السلام عليكم، كيف حالكم؟ شو اخباركم؟ ورجعنا لكم فيديو جديد وفلوج جديد. اليوم فلوجنا راح يكون عباره عن جزء من يومنا الجميل، ان شاء الله تستمتعوا بهذا الفلوج. اليوم طبعا يوم الجمعه، اليوم ماما وبابا وصلوا من السفر. ماما وبابا كانوا مسافرين فوصلوا اليوم متاخر الساعه تقريبا 8 الصبح يوم الجمعه، فلذلك ناموا وكانوا كثير تعبانين. فانا اريد هلا اروح على الصلاه، خلصنا وبنروح نجيب لهم فطور وبعدين نرجع البيت نسوي لهم كمان هيك، نجهز لهم كم من بيض ولبنة وجبنة وسنيورة، وبعدين هيك نفاجئهم بالفطور الجميل، هيك نستقبلهم من السفر بفطور. نعم. إنه إشي خرافي يعني. هيك فطور. إنجاز يعني. فطور. هذا يقطع الصوت يعني يا جماعة، خلينا نشوف شو حيطلع مع الصوم هلا. هلا نشوف، هلا نروح بس نجيب لهم هيك حمص وفلافل. يلا. تمام، وبعدين نروح البيت نشوف شو. يا جماعه احنا هلا وصلنا المطعم، هلا بدي اصفر لي بس والله جد تجي مين يا بس اسمح لي القص اللي شو اسمه اللي بيفوز هو اللي يفوز هو ضل هون واللي بيخسر بينزل يجي. لا مو كيفك انت بدك تنزل لانه انا كنت بسوق وانا تعبت بسوق. هذا رقم قص ما انزل والله، حجر رقم قص بليز انزل. اصلا ناسي محفظته بالبيت. لا هاي محفظتي. لا ما بعرف وين محفظتي. اي والله اي ناسيها بالبيت. امسك سوي حجر رقم قص. لا اسف. يلا لو سمحت يلا بليز انت انزل. والايد الثاني بليز انزل. ما محسوب بليز. لا بليز. لا بليز. لا هو تحكي كيف؟ لا ما بدي ابيع بليز. لا خلص. ما راح اسوي. انا ما حنزل. انا كنت بسوق وانا كنت بقعد جنبك. اي خلص هادي والله. يلا رقم قص. اسف مره واحده بس. اسف مره. اسف. طيب يلا خلص انزل. اقول لك ناش طروف ما بوقف اليوم نايمين. والله اروح والله. يلا اوكي اشوف. يلا اروح خلص انزل. يلا ما في ايش بدك؟ ايه ما في معك حمص، معك فول، وفتح فلافل، حمص شكل، ومعك بطاطس وسكريبت فلافل. بس قد أتينا بالحمص والفلافل والفول وكل حاجة جميلة. يلا إلى المنزل. بسم الله. خفيف. هلا ما قبل المعركة باليوم. ما قبل المعركة. البيت أخوان، أريد أخذ الأكل لو سمحت. أحكي لو سمحت أنا. وصلنا على البيت، ماما وبابا نايمين جوا، تمام؟ وليد، حط الأكل على المطبخ. بسرعة على المطبخ. يلا عمي. بتساعدني هسا والله. بسوي أكل هلا. وين البيض؟ الثلاجة. بس استنى تعال. بزبطش بدون هدول نشتغل، أمسك. طيب يا جماعة، طبعا أنا الشيف وليد مساعدي. تمام؟ كيفك مساعدك أنا الشيف؟ لا مو أنا بعطي أوامر. نعم؟ هي لو سمحت سوي لنا بيض. طيب يا جماعة، معنا هنا المقلاة ومعنا البيض. المقلاة ترى مو ضايع. المقلاة اللي هي يعني على فكرة وزدت ما بكفوا. بلا بكفوا. متأكد؟ هلا هو في شوف في خمسة لبابا واحدة لنا بتشارك فيها. لا عصو انزل تجيب بيض. لا والله بكفي ستة. متأكد؟ بكفي عندي الموضوع. طيب انا في طريقه بعمل فيها البيض اللي هو اسمه بنجيب كاسه. تعال شوف هاي. يلا شوفوا هاي. بنيجي بنعمل هيك، بنجيب البيض حلو وبنعمل هيك عصومين. ولين الغاز. يلا حلو بنحط البيض. ليش اول لسه ما حطيت المقلاه؟ حط ولا الغاز. ولا الغاز على اي عين؟ على هاي. يا زلمه انت شو فايدتك بالحياه؟ خلص سوي انت. بدي اسوي لك انا احط شو اسمه؟ شو ماما؟ ولا لبنك؟ لبنك؟ صح عليكي، صح جنى. يلا هو بطل جنى. المهم بنيجي بنحط كل البيض هون. اوكي
اخو انت مسبب لي ازعاج وانا ما بعرف اشتغل بالازعاج. اسمع اسمع. حط لبنه. شو؟ في عنا لبنه؟ ما بعرفش. لا اه. في عنا لبنه هي جوا. يلا اوكي. نيجي بنعمل هيك بنحط شوية زيت. حلو؟ حط زيت الي؟ اه. ولا ايش؟ زيت زيتون. لا لا عادي كله واحد. لا لا ولا زيت زيتون احسن. لا وليد. حطيت زيت علي خلاص. ماما ماما تسوي زيت زيتون. خلاص عم بسويه بأي زيت علي. المهم نكمل نحط البيض. هدول ليش بيفرسوا بسرعة؟ جرام في زيتون أخضر؟ اه لا خلص أتوقع. بس أسود يعني فيه؟ حلو بعدين إيش بنيجي بنعمل؟ بنخلي بعد ما نخلص هدول أوف والله كثير. نيجي إيش؟ نجيب معلقة. شوفوا. نجيب معلقة ارجع لورا جناح. بنعمل نخلطهم هيك نخلطهم 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 هيك لحد ما يخلطوا كلهم سوا. بعد ما خلطناهم نيجي ايش بنعمل؟ نوزع الزيت هيك في المقلاة. نزلت الحرق برا هيك. عادي مش مشكلة. بعدين ايش بنيجي بنعمل؟ تصير مانجا يا زلمة. شو؟ اه تصير مانجا. تصير مانجا؟ اه بعدين. بعدين بنيجي هيك جاهزين. بسم الله الرحمن الرحيم. اوب اووو. حلو؟ انت ليش حطيت؟ وخر. حطيت زيت مع شوية بيض. انا اه مبدئيا. وين الهاي؟ يا حبيبي. شو هاد وليد؟ هاي والله ما بعرف. ابعد عن الزيت حبة. يا حبيبي. ابعد عن الزيت خليه خليه يجهز لحاله. شو بيجهز لحاله؟ مو كيف بتنحرق. طب اسمع احنا مبدئين سوينا البيض واحنا لسه ما جهزنا لا بس انا افرش الطاولة بسرعة. افرش الطاولة بسرعة. حالة طوارئ حالة طوارئ. انا قلت لك حطيت بيض كثير صح؟ اه. طيب احنا ايش بنيجي بنعمل هلا؟ بدنا نشوف طريقة نقلبها على الفيس الثاني. على شو؟ نقلبها على ايش؟ الفيس الثاني. انا معلم والله. هيك منيح هيك منيح جنى؟ اه. واحد. حطوا المجلة. ثلاث. شو وليد؟ ايش؟ شو الوضع؟ والله مش عارف شو الوضع، المهم انه يعني ان شاء الله بيض، ان شاء الله بكون بيض. اسمعوا شو بحطوا لعنا سنيورة وزيتون ايش كمان؟ وخبز، سخن خبز على الصوص. لا في في خبز برضه مع الهاي مع الحمص والفلافل. اه بس برضه لازم نسخن كمان. صوم هيك تمام المفروض صح؟ شوف. اه. والله ما بعرف. والله ما فهمت ولا هاي. اسمع. هيك صح؟ صح؟ هاي خبرة الخمسين سنة خذوها شو اسمه دقيق. شوف بدنا زيت الي بدنا زيت زيتون. لا 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 شوف احضر لي هالحركة. بس بس شو احضر لي هاي الحركة. يا سلام يا سلام يا سلام. بنحط زيت زيتون نسوي هيك حركة فنية يسموها. اه هيو. شوف شوف هلا اعمل لي هاي شو اسمه تت 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 هيك. هاي فلفل. اه صح فلفل اسود. يا فرشة الطاولة. يلا تمام بس وهيك بيكون طبقنا لليوم جاهز. صحتي. اروح صحي ماما وبابا هلا شغل بسرعه شركه تجيب صحتي. طب لحظه تعال خذ الاغراض. انا باخذ انا باخذ. يلا تعال شك. هذا اهم شيء صحن الفواكه. الفواكه شو؟ فواكه الخضار. الخضار اللي هو حطيت الفلافل هاي. يلا شو الباقي اشياء. السلام الحمد لله على السلامه. هلا بالحج كيفك؟ شو اخبارك؟ صباح الخير ماما. كيفكم؟ عاملين لكم هيك يعني بمناسبه يوم الجمعه يعني عاملين لكم فطور خفيف هيك لطيف. لا يا اخي لا تحرجنا. احرجناكم صح؟ جاي من السفر على اه والله شايف مبين علي. الله يستر. اي فطور. الله 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 شايف اليوم ريحناك من الفطور. الله يسعدك يا ابو خالد. تفضل تفضل تفضلوا. اه هو هذا فطور العزبيه. مين عملتوا هذا؟ هذا انا وعصومي وجنى وجدو اياد. ما شاء الله واضح انكم تعبانين. اه كثير جاهزين ثلاث ارباعه جاهز. وبس فعليا اللي عملنا البيض. يا سيدي يسلم ايديك على كل حال. صحة صحة. يلا تفضلوا تفضلوا. كيف؟ وعملتوا شاي وهيك؟ ايه اه هينا هلا الشاي عم بجهز. يلا طيب يلا يلا يسلموا يسلموا. هلا هلا شوف انا يهمك. ها بسم الله. ايوه اعطيني اعطيني خفيف خفيف. ايوه
الله يا إلهي كثير الله لا بدون مجاملة أول وآخر مرة ما تعيدوها لا والله رهيب الله يسامحك والله تعبت وأنا بسوي بها والله ما شاء الله شبابك أنا فكرت أول شيء عندي والله والله من السلامة يا أبوك معيش عشان إنه أنا مدرش الله يرحمك كيفك ماما يعني نسلم وديك وعم مفاجأة والله مش عادة واضح يكون تعبرين من عشر دقائق حمص وفتة وفول اسمع تعبنا واحنا بنعملهم يعني ما شاء الله واقفين في المطعم ما شاء الله اسمع لا شوف كيف وقفت دور يا إلهي دور كان قدامي اسمع دور كانت يمكن أطول خمس دقائق في حياتي بالضبط كانت اسمع كان في واحد قدامي صراحة يسلم وديك والله عن جد إنكم معك قصرتوا اي بس ادوقي اللبن والله شغل ايدي ما شاء الله ما شاء الله الزيتون هاي كان فيش غيرها حبه الزيتون هاي في الدار لا وين علبة الزيتون جا ما يجي فيها خلاص لا جا يجي علبة الزيتون خلاص جيب شاي على الصبيان شاي شاي يلا اكل بابا يلا ياكل السلام عليكم عم نمزح بس رائع كل مرة حساب عليكم يا عمر الله لا لا صحتين 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 خلاص هيك طمنا عليك طمنا عليكم لما تتجوزوا يا حبيبي ايوه المدام تكون قاعدة مرتاحة ايوه الاولاد تقوموا الصبح تعملوا للعائلة فطور هيك خفيف 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 الله بهنيكم مش بقول لك فطور عزبية حتى الزيتون بهنيكم مشكلة خلص استحوا لعندهم عشان ما يجلوا الشباب بالضبط ماشي كنا حنجيب لكم طيب يا جماعة هيك بنكون خلصنا سوينا فطور لماما وبابا ولي بيشرب شاي تمام نعم. وبهيك ان شاء الله تكونوا استمتعتوا معنا هيك فلوج خفيف لطيف بالضبط ان شاء الله يكون عجبكم ان شاء الله استنونا بالفيديوهات القادمة الجميلة بالضبط هيك بنكون وصلنا لنهاية الفيديو ان شاء الله يكون عجبكم لا تنسوا تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتضغطوا على جرس التنبيه عشان يوصلكم كل شيء جديد لا تنسوا تتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي راح تلاقوا خلاص روح كمل شايف بار مستعجل انت ونشوفكم حلقات ثانية ومع السلامة باب الخزانة مفتوح